مجمع البستان السكني هو أحد مشاريع شركة مازي العقارية. يقع المشروع في جنوب العاصمة صنعاء، وتحديدا في منطقة حدة السكنية، في موقع استراتيجي مطل على امتداد شارع 50، وبمساحة تقارب 2000 متر مربع. يحيط بالمشروع العديد من المراكز الحيوية، التعليمية، الصحية، الترفيهية، والمجمعات التسويقية والتموينية. ناهيك عن إطلالته الرائعة على العاصمة صنعاء وقربه من المواصلات العامة. يتوزع المشروع على 3 مبان رئيسية، كل مبنى يحتوي على نماذج ومساحات مختلفة من الشقق، وجميعها في إطار مجمع مغلق لضمان أقصى حماية أمنية ممكنة وبحراسة على مدار الساعة. مجمع البستان السكني ليس مجرد بناء تسكنه فحسب، بل هو مشروع متكامل مجهز ببنية تحتية مميزة وحديثة وبكل المرافق اللازمة لراحتك وراحة أسرتك، ابتداء من مواقف السيارات والنادي الصحي، مرورا بالمسطحات الخضراء ومنطقة ألعاب الأطفال، وانتهاء بمتجر للتموينات والذي يغطي احتياجاتك التموينية بالكامل. يضم مجمع البستان السكني 80 شقة سكنية متفاوتة المساحات والتصميم ومتكاملة الخدمات والمرافق، موزعة على 3 مبان، حيث تم بناؤها وفق تصاميم هندسية دقيقة لتلبية رغبات شريحة واسعة من العملاء. فتراها من الداخل مقسمة وفق أسلوب عصري يتماشى مع تقاليدنا اليمنية الأصيلة، ويتلائم مع حجم كل شقة، سواء أكانت شقة على دور واحد أو دوبلكس، حيث تم مراعاة متطلبات الساكنين واحتياجاتهم من حيث الخصوصية، الاستقلالية، الرحابة الداخلية، وتوزع الإضاءة الطبيعية لكامل مساحة الشقة. إنك اليوم في البستان ستحظى بفرصة امتلاك شقتك التي طالما حلمت بها، حيث تضع بين يديك أسلوب حياة عصري وبيئة سكنية ملائمة لتطلعاتك وتطلعات أسرتك. لمزيد من الاستيضاحات لا تترددوا في التواصل معنا عبر أحد العناوين التالية. مازي العقارية، أحلامكم واقع ملموس.